معنا مراسلنا علي رباح من الكحالة. علي أهلا بك معنا، صباح الخير. إذن كما ذكرت تصعيد سياسي، توترات أمنية، كان هناك بيان للجيش يوم أمس، وأيضا بالنسبة إلى التحقيقات، الوضع كيف هو الآن؟ الحالة أيضا كيف هي؟ بداية صباح الخير أحمد. يعني تتحضر بلدة الكحالي لاستقبال جثمان فادي بجاني، وهو أحد أبناء البلدة كان قضى في هذا المنعطف تحديدا بعد اشتباك مع مجموعة من حزب الله. هذه المجموعة كانت مولجة حماية الشاحنة التابعة لحزب الله، والتي كانت انقلبت عند هذا المنعطف، كانت محملة بالذخيرة بحسب بيان للجيش. وأكد الجيش بأنه تعامل مع هذه الذخيرة بحسب بعض المعلومات تم نقل هذه الذخيرة إلى أحد الثكنات العسكرية. عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم سيصل جثمان فادي بجاني إلى هذه الكنيسة لتبدأ مراسم التشييع عند الساعة 4 من بعد الظهر. سيكون تشييعا شعبيا حاشدا، هذا ما أرادته البلدة وحتى القوى السياسية التي تسيطر على هذه البلدة، من حزب الكتائب إلى حزب القوات اللبنانية إلى بعض الأحزاب المسيحية الأخرى. سيكون هناك أيضا بطبيعة الحال مواقف سياسية. بخصوص المواقف السياسية، هي بمعظمها كانت تصعيدية يوم أمس، خاصة من المعارضة اللبنانية ومن حزب الكتائب والقوات اللبنانية وما يعرف بالجبهة السيادية. الجميع أكدوا على ضرورة أن يسلم حزب الله سلاحه على وأن يفرض الجيش اللبناني سلطته الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية. في المقابل كان هناك تشييع يوم أمس لحزب الله. وبالمناسبة يعني العنصر الذي كان قضى عنصر في حزب الله هو من منطقة البقاع شرقية لبنان، ولكن ربما أراد الحزب من تشييعه في ضاحية بيروت الجنوبية أن يوجه رسائل، أن يكون التشييع حاشدا شعبيا حاشدا، وهذا ما كان. وكان هناك بطبيعة الحال مواقف سياسية لحزب الله أكد فيها أو صوب على من وصفهم بالفتنويين و بمن يعبئ الشارع وبمن يخدم أجندات خارجية. بطبيعة الحال وفي ظل التوترات السياسية أقله حتى هذه اللحظة، ينتشر الجيش اللبناني في معظم النقاط الحساسة، وهي يعني ربما يمكن أن توصف بخطوط التماس التقليدية بين منطقة الشياح وعين الرماني، بين منطقة الكحالي وبعض القرى يعني حيث يتواجد جمهور حزب الله. هناك من يرى، على سبيل المثال اليوم هناك حديث لرئيس مجلس النواب نبيه بري لإحدى الصحف يقول بأن لبنان تجاوز قطوعا خطيرا، وبالتالي هناك اعتقاد في لبنان رغم التصعيد السياسي الحاصل والذي ربما يستمر لأيام بأن لبنان تجاوز هذه الأزمة، ولكن قد يعني نكون أمام أزمات أخرى في ظل الفراغ السياسي المتواصل وفي ظل الفراغ في المؤسسات المتواصل. ومع ذلك هناك انتشار أمني للجيش كما ذكرت في مناطق حساسة. من الكحالي مراسلنا علي رباح، شكرا جزيلا لك.